سؤال، لو قرر الشيطان أن يتوب هل تقبل توبته؟ حرف لو في اللغة العربية هو حرف امتناع لامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط، فمستحيل الشيطان هيتوب، مستحيل الشيطان هيتوب. لو كان من النوع اللي يتوب ما كانش بقى اسمه شيطان. كمان الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا الصح 20 آية 10، وإبليس الذي كان يدلهم طرح في بحيرة النار والكبريت هو والوحش والنبي الكذاب وسيعذبون إلى أبد الآبدين آمين. فما دام هيعذب يبقى مش معناه أن هو هيتوب. وفي إنجيل مرقس الصح 25 من آية 31 لما المسيح بيقول هيجي ويجلس على كرسي مجده وتجتمع أمامه جميع الشعوب ويخلي بعضهم على اليمين والبعض على الشمال، هيقول للي على الشمال اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. فما دام في نار معدة لإبليس وملائكته مش معقول هيتوب. فكلمة لو افتراض مستحيل. وأيضا في سفر الرؤيا برضو إصحاح 20 بيقول وعندما يحل الشيطان من سجنه يخرج ليضل الأمم. فيعني هو ربنا ربطه مدة معينة وبعدين لما يتفك مش يخرج يصلح نفسه، يخرج لكي يضل الأمم. فمش معقول الشيطان. كمان لو كان الشيطان ممكن يتوب ويخلص يبقى مش ممكن انسان في الدنيا يدان، لان في اكثر من شيطان. هو بيقول صح السؤال بيقول وما موقف النعمة من الشيطان؟ الشيطان رافض للنعمة، يعني النعمة لا ترغم الإنسان على عمل الخير، لكن النعمة عبارة عن قوة إلهية تأتي للإنسان تساعده، إما يقبلها وإما لا يقبلها. فالشيطان من النوع الذي لا يقبل النعمة إطلاقاً.